السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا الشيف عمر أبو صيام. طبعا اليوم راح نتعلم طريقة عمل كيكة الجزر في البيت، طبعا مع الجوز. وطبعا بتمنى من الجميع قبل ما نعمل الكيكة عمل اشتراك في القناة والضغط على زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديو جديد في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لعمل كيكة الجزر في عنا ما يقارب 350 غرام جزر مبروش، مقدار 5 جزرات، في عنا مقدار نصف كيلو طحين مقدار كاستين، في عندنا 350 غرام سكر مقدار كاسة ونص، وفي عندنا مقدار 300 غرام زيت مقدار كاسة فل، وفي عندنا 4 بيضات، وفي عندنا مقدار 100 غرام من الجوز العين الجمل مقدار كوب، وفي عندنا مقدار ملعقتين من البيكنج باودر، وفي عندنا مقدار ملعقتين من الفانيلا السائلة أو فانيلا بودرة حسب المتوفر. الآن راح نشوف كيف بدنا نحضر كيكة الجزر. بداية يضاف السكر في الخلاط الكهربائي طبعا، ويضاف إليه الأربع بيضات. إذن 350 غرام سكر كوب ونص مع 4 بيضات، الآن يخفق الجميع بالخفاق الكهربائي، طبعا يخفق حتى يصبح لونه أبيض كريمي طبعا، وينفش المزيج كما نلاحظ. نلاحظ أن المزيج قد نفش بفعل الخفق. الآن يسكب الزيت على شكل خيط رفيع، مقدار كوب من الزيت يسكب على شكل خيط أثناء الخفق، طبعا زيت نباتي. طبعا كما نشاهد يسكب الزيت على مراحل وعلى شكل خيط رفيع. الآن نضيف الفانيلا السائلة مقدار ملعقتين أو فانيلا بودرة حسب المتوفر، مقدار ملعقتين. هنا نقوم بإضافة ملعقتين البيكنج باودر إلى الكاستين الطحين اللي نص كيلو طحين، ونضيف أيضا مقدار 100 غرام من جوز عين الجمل مقدار كوب، الآن نقوم بتخفيف سرعة الخلاط ونضيف الطحين مع العين الجمل والبيكنج باودر بالتدريج. الآن نضيف مقدار 350 غرام من الجزر المبروش، أي ما يعادل 5 جزرات مبروشات. الآن يخلط الجميع بالخلاط على سرعة خفيفة. الآن نزيد السرعة شوية. ويخفق الجميع على سرعة عالية حتى يتجانس الخليط.
طبعا اذا ما توفر خلاط كهربائي في البيت ممكن نعمله بالخلاط اليدوي المضرب السلك، لكن بده وقت وبده جهد. الآن طبعا خليط كيكة الجزر أصبح جاهز. طبعا خفقنا الجميع مع بعض بعد إضافة جميع المكونات لمدة 5 دقائق على سرعة عالية. الآن طبعا راح يسكب في القالب الخاص في الطبق، يعني ممكن يسكب في أي قالب موجود عندنا في البيت أو في أي صينية خاصة، مش شرط في قالب كيك، حسب المتوفر في البيت ممكن نسكبه. الآن طبعا يوضع بيق الفرن. على درجة حرارة 200 لمدة تقارب نصف ساعة. والآن نلاحظ بعد ما تم إخراجه من الفرن أصبحت كيكة الجزر جاهزة كما نلاحظ، وطبعا ناضجة، وطبعا العملية ناجحة جدا، طريقة ناجحة. الآن طبعا راح نشوف كيف بدنا نقدم كيكة الجزر. طبعا الفترة الزمنية اللي بتحمدها القالب داخل الفرن حسب نوع الفرن، درجة حرارة الفرن ممكن نص ساعة، ممكن 40 دقيقة، حسب ايش قوة الحرارة. الآن طبعا راح نقطع كيكة الجزر كما نلاحظ، راح نقدمها. نلاحظ أن الكيكة ناجحة جدا وإسفنجية. طبعا ممكن نقدمها بأي طريقة احنا بنحبها، مش شرط، يعني حسب الذوق تقديم الكيكة يكون. وطبعا الآن طبعا راح نرشها بالسكر البودرة، وطبعا بذلك نكون قد أنهينا طريقة عمل كيكة الجزر. وإلى اللقاء معي أنا الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر.